ولا غيرها ما تروح في اي نصيبه تقبلس فيها وتريحها. حتى انت يا عم سبعبوع. يلا يا ماجي والنبي شوفوا. يلا ماجي تاني بسرعه. استنوا بس استنوا بس، في ممكن غانا. غانا عندك مدغاسكار وفي مالديف خطيره. استنى بس موزمبيق وزامبيا. ايوه يعني ايه؟ عاوز زامبيا؟ زامبيا. حلوه دي، تروح تكفر عن ذنوبك هناك. فيها حيوانات بقى كتير وكده. ماشي استنى ما اشوف لك لو في طياره. مثقف برضه. زامبيا بكره بالليل الساعه 9. تمام حلو الساعه 9. احجز لك؟ تمام. مبسوط؟ جدا. الحمد لله. بصوا يا جماعه، عايز تسمعوني كويس قوي دلوقتي. بكره كل واحد عارف هيعمل ايه، صح؟ صح. بكره ان شاء الله هيبقى معانا فلوس باسم الامير، وهنقسمها على بعض 80 مليون جنيه كل واحد، من غير ما تضمنوا لسه في نجله مقبوض عليها. والله اعلم ايه اللي هيحصل. ان شاء الله ربنا يكون معاك. ان شاء الله كل واحد يتخيل نفسه معاه 80 مليون جنيه. الله حلو الموضوع، جميل قوي. وانت راكب البيزنس كلاس رايحين سويسرا. انا طالب شراب لو سمحت. أنا عايز صاحبي. رحمتك يا رب، رحمتك يا رب يا رب. اتفضل سعادتك، ادي صورة المحضر اللي قلت لسعادتك عليه، عشان تصدقني ان البت دي نصابة وكدابة، ما كانش ليها لازمة التجديرة اللي انت قدرتها لي في الحجز دي. انت ايه؟ شفت لك تيجي على طول؟ ايوه صبحي، عايزك تجيب لي كل النشرات اللي جت من المديرية خلال الست شهور اللي فاتت. انجز. ها متقلقش. اهلا بيك يا باشا. سو ماتش، انتوا وحشيني قوي. انا مبسوطه اني تاخدني معاكم. انا مش هعوض. اهلا بيك يا باشا.